بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، هذا لقاء جديد يجمعنا نتابع فيه رحلتنا مع أنبياء الله ورسله تأملا وتدبرا وتعلما من أخبارهم. حلقة جديدة من معين الأنبياء نسعد فيها بأن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اليوم مشاهدينا الكرام حديثنا عن نبي الله إسماعيل عليه السلام. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قد يكون الحديث عن نبي الله إسماعيل غير مستفيض عند الناس، فحبذا شيخنا لو بسطنا الحديث في خبر إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. فهذا هو اليوم السادس والعشرون من شهر رمضان لعامنا هذا، وهذه بعد صلاة العصر، أي بداية مساء ليلة 27. وعندما نقول بداية المساء لا يعني أن الليلة دخلت، وليلة 27 من الشهر عند جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر. قال قائلهم: و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها، و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. والمعنى: و27 أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر فكن فيها تقيا. على أننا نقول ما كنا نحرره سابقا ولاحقا أن هذا لا يعني الجزم أبدا، لكن كما قلت على هذا جماهير العلماء من السلف والخلف. وللشيخ المبارك عبد الله البسام غفر الله له ورحمه في شرحه على بلوغ المرام كلام جيد في مسألة أي ليلة هي ليلة القدر. من كان معنيا بطلب العلم فالأكمل أن يراجعه في موطنه. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. هذا ما يتعلق باليوم الذي نحن فيه. أما ما يتعلق بنبي الله إسماعيل عليه السلام فإن الله يقول وقوله الحق: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإسماعيل هو أحد أبناء خليل الله إبراهيم، وهو الإبن الأكبر على ما يدل عليه ظاهر القرآن والسنة، ولا أعلم في هذا خلافا حتى عند أهل الكتاب، يرون أن إسماعيل هو الإبن الأكبر. وهو ابن لهاجر، وهاجر الأصل أنها كانت جارية أخدمها أحد الملوك سارة زوج إبراهيم، ثم إن سارة أهدتها لإبراهيم، ثم إن إبراهيم تزوجها فأنجب منها هذا الإبن المبارك والنبي الصالح والرسول المؤتمن إسماعيل عليه السلام. ثم لما كان ما يجري بين النساء مما لا حيلة للرجل فيه، أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم أن يأتي بإسماعيل وأمه إلى المكة، فأتى بهما في الخبر المعروف. فهذا مرحلة بداية علاقة إسماعيل بالمكان. فإسماعيل عليه السلام في النسب ينتمي إلى الخليل، وهذا ليس خاصا به، كل أحد بعد إبراهيم من الأنبياء فهو من إبراهيم، كل أحد من الأنبياء بعد إبراهيم فهو من إبراهيم. من إبراهيم، كما أن الأنبياء من قبل كلهم من ذرية نوح. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فتقديم الجار والمجرور في ذريتهما هذا تقديم يفيد الحصر، والمعنى أن جميع الأنبياء قبل إبراهيم يفيئون إلى نوح، وكل الأنبياء بعد إبراهيم يفيئون إلى إبراهيم، لكن الفرق أن إسماعيل ابن
من الصلب ابن مباشر مثله مثل إسحاق. فالله جل وعلا هنا يذكر خليله إبراهيم ويذكر نبوة إسماعيل. فقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل، قلنا هذا من ارتباط الزمن. أما مكة فإنها أم القرى، وقد حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، لكن الله جل وعلا لم يكتب فيما نعلم لنبي من الأنبياء أن يستوطن مكة وأن يبدأ دعوته منها وأن يكون نشوءه وقيامه في ذلك البلد الحرام، مع أن مكة حرمت يوم خلق الله السماوات والأرض، والمشهور أن الملائكة هم الذين بنوا الكعبة ثم جدد بناءها الخليل. فأصبح الآن الارتباط في المكان ما بين إسماعيل وما بين أم القرى، ما بين مكة. والفرق الآخر ما بين إسماعيل وإسحاق، وهما متفقان على أنهما جميعا من صلب إبراهيم مباشرة، أن إسحاق كان منه نبي وهو يعقوب لصلبه، ثم كان من يعقوب ابن لصلبه نبي وهو يوسف. ولهذا مر معنا أن يوسف يقال له نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، طبعا بالجر هي ابن، بس أنا قلتها بالرفع، هذا مقام الأنبياء. أما إسماعيل فلم يكتب الله أن يكون أحد من ذريته نبيا إلا الخاتم السيد صلوات الله وسلامه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث الآن عن إسماعيل، فسكن إسماعيل لمكة وطنت لأن يبعث من ذريته في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن إسماعيل من إبراهيم كما هو ظاهر، فلهذا لا يقال عند أهل التاريخ أن إسماعيل من العرب العاربة، وإنما يقال إن إسماعيل من العرب المستعربة وفق تقسيم أهل التاريخ. أنا هنا مجرد ناقل، وعندما تهدم شيء منقول إما أن تأتي بديل أو تسكت، وبما أنني ليس لا أملك بديلا أقول ما قاله الناس قبلي من أهل العلم. ثم كتب الله جل وعلا أن تمر قبيلة جرهم، وهي قبيلة قحطانية عربية من العرب العاربة، تمر على إسماعيل لما رأت الماء يحوم على الطير، لما رأت الطير يحوم على الماء. ومعلوم علاقة الطير بالماء، أحد الناس يحب امرأة اسمها مي، فكان يأتيها كل ثلاثاء في مجلس لها أدبي. أنا لا أريد أن أقول من مي ومن معروفان كلاهما يعني مشاهير، ولا أريد أن أقول الرجل، لكن البيت هو جميل. فكان لقاء الناس معها يوم الثلاثاء نادي أدبي يعني، فقال إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. فقبل الشاهد، ما هو الشاهد؟ ما الشاهد؟ الشطر الذي قبله كظامئ الطير حواما على الماء، كظامئ الطير رفعت الشطر الأول، كظامئ الطير حواما على الماء، إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. والمقصود من هنا أن ظامئ الطير يحوم على الماء، هذا أمر معروف. فجاءت الطير تحوم حول زمزم، فعرفت جرهم أن هناك ثمة ماء. فلما قدموا كان من أدبهم أن استأذنوا هاجر أن ينزلوا بجوار الماء فوافقت. إذن الحضارة الإنسانية شيء قديم، لكنه يخبو في أمة وينزل في أمة. ومن أعظم الدلائل على قلة الحضارة الإنسانية في قوم إذا وجد فيهم التسلط، وأن يطلب الإنسان ما ليس له. وهذا يقع أحيانا من الناس، في أنهم يقع إذا وجد في القلب مزيد كبر. فمثلا يأتي إنسان من الناس قد اصطفوا لشيء يريدونه، فهو يأبى أن يقف معه، كأنه يقول أن لي مزية عليكم. أو أنه يأتي في مواقف يريد أن يذهب إلى أحد الحرمين أو غيرها إلى طبيب، فيأتي فلا يبالي في أي موقف وقف، ولا يريد أن يبتعد، مع أن من جاء أولا أحق. أو بتعبير أوضح، يأتي إلى المساجد أو إلى أحد الحرمين متأخرا، ثم بعد ذلك يريد من الناس الذين سبقوه إلى هذا المكان ولهم مزية وفضيلة أجر، لأن المزية هنا مزية السابق، فيأتي يريد أن يتصدر، يريد أن يتقدم، ويطالب الناس بأن يفرجوا عنه. وهذا كله شعور بالكبر خفي يواريه بطرائق معدودة. نعود إلى
هاجر وافقت وقبلت عليه السلام أن ينزل أن ينزلوا عندها. فلما نزلوا عندها بدهي أن إسماعيل يشب على أعينهم لأنهم يرونه فشب على أعينهم. نزلوا بمعنى المكوث. نزلوا بمعنى المكوث فشب على أعينهم فعرفوا ما فيه. وقطعا من أعده الله جل وعلا للنبوة والرسالة سيكون أمرا آخر لن يكون مثله مثل سائر الناس. فشب على أعينهم فجوزوه. فلما جوزوه دخل على أهله وابتنى بيتا وماتت أمه. فقدم الخليل عليه السلام يتفقد تركته. وهذا يدل على أن العاقل لا يترك الأمور هملا وإلا أكل وهنب. مع أن الخليل استودع تركته رب العالمين لكن الأخذ بالأسباب من هدي الأنبياء ولا يمكن أن يقرأ أحد سيرتهم ثم يقول يكفيك أن تبقى في بيتك وسيأتيك ما تريد. محال. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القصيدة شوقي يقول وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فكما أن الأمة تحتاج إلى عباد في المساجد تحتاج إلى مجاهدين تحتاج إلى مرابطين تحتاج إلى رجال أفذاذ تحتاج إلى أطباء تحتاج إلى مهندسين تحتاج إلى معلمين تحتاج إلى كل ما تقوم به حياة الأمم. نقول هنا الذي وقع أن إسماعيل عليه السلام تزوج امرأة منهم. جاء إبراهيم يتفقد التركة لكنه لم يجد إسماعيل في الدار ذهب يقتات لأهله. وهذا الأصل الرجل هو الذي يقوت الزوجة ولذلك لا يعير الرجل بشيء أعظم من أن زوجته تنفق عليه. وهذا قد يكون له أسباب أحيانا حتى لا نخطئ على الناس ونتحمل تبعات نحن لا نقصدها ولا طاقة لنا بها لكن هذا الأصل. قال الحطي يهجو ابن بدر قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هنا اسم فاعل معنى مفعول يعني أنت مطعوم مكسو ما حاجة لأن تذهب مثل الرجال تغدو وتروح. هذا هجاء شنيع. هذا هجاء شنيع مقتل للرجال. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طبعا عرف من القرينة إن هذا اسم الفاعل يراد به اسم المفعول. ونظيره في القرآن أن الله جل وعلا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فلا يخرجنكما إلى أن قال فلا يخرجنكما من الجنة ماذا قل لا سسهل فلا يخرجنكم إنكم من الجنة فتشقى. أي أنا أريدك أن تقولها ليس حفظ تسميعا يعني فتشقى. ما قال فتشقى يعني فتشقى يصبح الأمر المكلف بأن يشقى ويأتي للزوجة بالقوت من آدم هو الرجل وليس المرأة. هذا هو هذا الشاهد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء على مفرد. الشقاء جاء بالمفرد ما جاء بالتثنية مع أن الحديث وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك للاثنين لكنه قال فتشقى فالكد على الرجل لا على المرأة. واضح هنا. أعود لما نحن فيه. فذهب إسماعيل يقتات لأهله فجاء خليل الله. فلما جاء خليل الله سألها أين إسماعيل قالت ذهب يقتات لنا. قال كيف أنتم قالت بشر حال وشكت إليه وليس هذا من طبع المرأة الصالحة أنها تشكو زوجها إلى الناس لكن ينظر في حال الزوج. فإن كان الزوج يسكنها من حيث سكن ويطعمها من حيث طعم وينفق عليها مما هو مقدور عليه فلا سبيل لها لأن تغضب بل تحمد الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الرجل غنيا وقادرا على أن ينفق أكثر لكنه يبخل على أهله
ويمنعهم حقهم، لكنه يبخل على أهله ويمنعهم حقهم، فهذا صح شكواه إلى من يغلب على الظن أن شكواه تؤثر في الزوج، والشكوى إلى الله أعظم. فشكت إليه أنهم بسوء حال، فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقريه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. ولم وليمضي قدر الله، لم تفقه المرأة مراد إبراهيم عليه السلام، فذهب إبراهيم. فعاد إسماعيل عليه السلام فكأنه آنس شيئا، قال هل من خبر؟ قالت لا شيء، إلا أنه جاءنا رجل هذه هيئته، وصفته. قال هل أخبرك بشيء؟ قالت إنه يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك. وجميل جدا أن يكون هناك نوع من اللغة ما بين الرجل وابنه، بين الرجل وأصفيائه، بين الرجل ومن حوله الخاصين، يستطيعون التفاهم بها. أيه نعم، يسهل التفاهم بها. فطلقها، فلما طلقها تزوج أخرى، لأن الرجل لا يمكن أن يعيش عزبا. ويقولون إن عثمان رضي الله عنه تزوج حتى في أيام حبسه في الدار، إن صح هذا وأظنه بعيد. تزوج يعقوب في أيام حزنه على يوسف. المراد تزوج أخرى، جاء خليل الله مرة أخرى وكذلك لم يجد إسماعيل، فسأل فقالت إننا بخير حال. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، ولم يكن يومئذ بر. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال صلى الله عليه وسلم أن أي أحد يستطيع أن يعيش باللحم والماء في مكة، يعني لا يأكل إلا اللحم والماء، يستطيع أن يعيش، هذا معنى الحديث. وفي غير مكة تضرر لو لم يكن له طعام إلا اللحم والماء. وهذا من معين الأنبياء، أن دعاء الأنبياء شيء آخر. وهذه المدينة المباركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لموتاها لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، وإن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وأنا أدعو لأهل المدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم صلوات الله وسلامه عليه. وما زال كل من يعيش في هذه المدينة المباركة يرى أثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قابلت كثيرا من الفضلاء الأجلاء من إخواننا من نجد ومن غيرها من مناطق المملكة، من الشمال والجنوب والشرق والغرب من هذه البلاد المباركة الطيبة، ممن أكملوا دراساتهم العليا في المدينة المنورة، كيف أنهم يدخلون مكتبة الحرم ويجدون الأمر ميسرا، سواء من الجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، لشؤون المسجد الحرام، مسجد النبي وفقهم الله، أو من شعورهم ببركة الوقت في كتابة رسائلهم. وبعضهم قد لا يكون منتسبا للجامعة الإسلامية أو لجامعة طيبة أو غيرهما مما يمكن أن يدرس في المدينة، لكنه يحاول أن يكتب رسالته ومهمته هنا، فيجد من بركة الوقت ما لا يجده في غيره. وهذا كله مندرج من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بالبركة. نعود إلى خليل الله إسماعيل، وليعذرني المستمعون وأنا أستطرد. فعاد خليل الله فدعا لهم كما بينا، ثم ذهب. فعاد إبراهيم، فعاد إسماعيل، فقال لأهليك أنني أنست شيئا أخبره بالخبر. قال هذا أبي وقد أمرني أن أثبتك. قال لها ثبت. نعم، قال له أقريه مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. ثم إن خليل الله عاد فلقي إسماعيل يبري نبلا، فاعتنقه واعتنق الوالد والده ولده كما يصنع كل أب بأبيه، كل أب بابنه. ثم كان بناء البيت، وهذا لا علاقة له الآن بالقضية حتى لا نستطرد، فبني البيت. قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لما تم بناء البيت رجع خليل الله إلى الشام وبقي إسماعيل، فالله جل وعلا أثبت له النبوة والرسالة. والمعنى أن جرهم وما حولها من قبائل العرب آنذاك ممن زادوا واستوطنوا وكثرت بيوتهم حول مكة
كان نبيهم من؟ إسماعيل. نبيهم إسماعيل. قال الله جل وعلا إنه كان رسولا نبيا، فهذا شهادة من الله أنه كان رسولا نبيا. لكن جاء بعض المتأخرين فألزم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كان ينبغي أن يكونوا على ملة إبراهيم وإسماعيل، ولهذا بعضهم لا يرى مسألة أهل الفترة، وهذا بعيد خاصة من المعاصرين. لماذا بعيد؟ لأن الله جل وعلا أخبر بطول الأمد ما بين إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لا يعدوا كمن أرسل إليهم نذير، وهذا بنص القرآن وليس بعد كلام الله كلام لأحد. قال الله جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. فهذا كله دليل صريح على أنه لم يأتهم نذير. قال جل وعلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أوائل سورة السجدة، ثم قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ذكر أنهم لم ينذروا. والمقصود من هذا جملة الأدلة في السجدة وفي سبأ وفي غيرهما على أن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا لقريش. أما من قبلهم في عهد إسماعيل كان إسماعيل عليه السلام هو الرسول النبي لهم بنص القرآن. ثم جاء الخبر عن صفاته وذكر مناقبه بعد أن أثبت الله نبوته ورسالته، قال قبلها إنه كان صادق الوعد، والعرب تقول وعد ووعيد، فالوعد يطلق على الخير والشر، لكن الوعيد لا يطلق إلا على الشر. على الشر. وقول الله جل وعلا عنه إنه كان صادق الوعد، هذه منقبة لنبي الله إسماعيل أنه كان صادقا في وعده، وهذا من أعظم خصال الأحرار ومناقب الشرفاء التي يتحلون بها. ولذلك عد خلف الوعد من النفاق العملي، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فالخلف في الوعد من دلالة وأمارات النفاق العملي عياذا بالله. وأنبياء الله جل وعلا هم الذروة الذين أمر الله جل وعلا بالاهتداء بهم والاقتداء بسننهم، فصدق الوعد من دلائل المروءة وكمال الرجل. وأحيانا يكلف هذا الرجل شيئا كثيرا، لكن الأحرار يحافظون على الكلمة التي يقولونها، على أن الإنسان إذا علق بالمشيئة أو علق بالظروف أو كان محسنا في أصل الأمر فالله يقول ما على المحسنين من سبيل. وعلى الناس الذين يطالبون غيرهم بإفاء الوعد أن ينظروا في الوعد كيف قيل وعلى الحال كيف هي، حتى لا نحاكم الناس إلى أمر مختلف. وهذا أمر يحرص الناس، ينبغي أن يحرص الناس عليه جدا، ولا نريد أن نضيق على الناس. لكن مثلا هذه الليالي عشر مباركات، وقد مضت السنة فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، ومعنى أنه يعتكف ينقطع عن الناس، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وممن ينقطع عنهم حتى أزواجه. وإذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله. فلا يعقل أن تطالب أحدا من الناس وقد علم هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لك، وتقول أنت وتقول له أنت وعدتني يوما أنك ستلقاني أو تقابلني أو أو أو، لا، كله لا يعقل، لأن هذه الأيام غير الأيام الأخرى، لا تتكرر، والإنسان لا يدري يدركها في عامه المقبل أو لا يدركها. فمسألة محاسبة الناس على صدق الوعد يجب أن تكون في سياج مأمون لكلا الحالين. قال الله جل وعلا إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، ثم ذكر منقبة عظيمة له، قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمره أهله بالصلاة والزكاة من دلائل قيامه بواجب الدعوة إلى الله عموما، وقيامه ببر أسرته، لأن أهل بيتي أولى الناس به، ولا يمكن أن نأمر أهلنا وأبناءنا وبناتنا بشيء أعظم من أن يقوموا للصلاة. على أن الناس الآن يواجهون، الآباء والأمهات يواجهون في أبنائهم كسلا كثيرا، خاصة مع كثرة السهر وقلة النوم في الليل، فيأتون في النهار فينامون، لكن الإنسان يسدد ويقارب، مرة يعني يغلب ومرة يلين في قوله، حتى لا يفقد ابنه أو ابنته بالكلية. لكن لا ينبغي بعد ذلك إذا استيقظ الابن الفتى أو الفتاة أن يترك الصلاة،
ولا يعني هذا أنه يجوز له أن ينام عنها، لكن لو وقع هذا فعلى الأقل يصليها متى ما استيقظ، وأن يكون في القلب الأبي وقلب الأم حرقة على أبنائهم أن لا يضيع الصلاة. ثم قال الله جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ورضوان الله جل وعلا أسمى المطالب وأعظمها، ينشده كل مؤمن يعرف الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال، ولعل نترك مزيد ما بقي من الوقت لإخواننا وأخواتنا إن كان لديهم شيء من سؤال. طيب شيخنا، إلى أن تحين الأسئلة، ربما بقي في ذهني سؤال تبقى من خبر إسماعيل عليه السلام. جاء في سورة يوسف قال الله تعالى، ربما نسيت الآية، اللي هي جاءت، استغفر الله، تأتي إن شاء الله، لأن إسماعيل لم يذكر في سورة لا هي اتبعت ملة آبائي. لا هي في خبر يوسف، لكن بقيت ربما ازدحمت علينا الأسئلة. لا ليس لها علاقة بإسماعيل. ليس لها علاقة بإسماعيل. تأتي إن شاء الله. طيب وصلت الاتصالات؟ نأخذ من القديم. نواصل حديثنا. أي معنا ناصر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخ صهيب. حياك إن شاء الله كل عام وأنت بخير. أو عفوا ناصر من الكويت. ما أدري أخي ناصر من الكويت صحيح؟ مو مشكلة. نعم صحيح. حياك الله. تفضل الشيخ صالح. تفضل يا أخ ناصر حياك الله. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام. حيا الله الشيخ ناصر. حيا الله الكويت وأهلها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني أنا وأنت وصهيب والمسلمين أجمعين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. الشيخ صالح، أنا جئتك المسجد وحبيت إني أشوفك وأسلم عليك وأخذ من علمك، لكن ما قدرت. أسأل الله العظيم أن يجمعني فيك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا شيخ ناصر. ترى عذرني والله، الناس يكثرون علينا في المسجد ونحن يعني تعرف يعني ابتلينا هذا العام بالصلاة بالناس في التهجد. الله يقويك. أحتاج إلى مراجعات وأمور لا تخفى على لبيب مثلك. الله يقويك. شيخ صالح، أنا ودي أسأل، الحياة تسحبنا من صوب والدين يسحبنا من صوب. مرة نركل للدين وننسى، مرة نركل للحياة وننسى. يعني نبي كلمة ربانية يعني من علمك يعني جذب هذا الطريق، بس والله يجزاك خير. طيب شكرا لك اخي ناصر، جزاك الله خير. معنا اتصال من نهى. السلام عليكم. معنا الاتصال. طيب نجيب على سؤال ناصر. وسأل عن امر عظيم ينبغي ان يعلم، انه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، ومع ذلك لا يمكن لاحد يعقل عن الله دينه أن يترك الدنيا بالكلية. فحتى أنبياء الله وهم القدوة والأسوة قال عنهم سيدهم صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحديث الناس هذا في قضية أن الحياة أحيانا تجذبهم، لا ينبغي للحياة أن تأخذنا بالكلية، فإن أخذتنا فعلى الأقل إلى عالم المباحات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن كل مؤمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه السلام واسى هذه الأمة بقوله لما قال له الصحابة يخبروه عن الحال التي يكونون فيها عندهم لما يكون عنده، والحال التي يكونون عليها عندما يكون عند أهليهم، فقال عليه السلام مواسيا ومعزيا: لو أنكم تكونون في أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. وهذا يدل على أنه صعب جدا أن يكون الإنسان على واحد حال واحدة من الإقبال على الله عملا، لكن لا ينبغي أن يخلو المرء من ثبات على إقبال على الله جل وعلا قلبا. فقد يصرف الإنسان عن عمل، عن دعاء، عن ذكر. فمثلا نحن الآن هنا نصلي العصر في هذا المكان، ونخرج لكم من هذه القناة، قناة فور شباب، ونسجل ونمكث على هذا ساعة. نعم، نرجو الله أن يكتبها لنا عنده، لكن قد يكون كثيرون
كما نرى في هذا المسجد المبارك من يصلون ويقرؤون القرآن، فنحن الآن هم في حال أعظم منا، لكن على الأقل لا تخلو قلوبنا، وإن لم يظهر علينا ينبغي أن لا تخلو قلوبنا من الإقبال على الله تبارك وتعالى. وهناك لله جل وعلا عباد، جعلنا الله أخ ناصر والإخوة من يسمعنا منهم، هم مقبلون على الله في كل آن في كل حين بقلوبهم، حتى لو كانوا في مخدعهم أي على فرشهم، بل حتى لو كانوا على فراش الزوجية. وهذه مرتبة عظيمة يصطفي الله جل وعلا لها بعض عباده، أن يكون مقبلا على الله جل وعلا في كل آن وحين. والله تبارك وتعالى جعل هذه القلوب أوعية، وخير ما تمتلئ به القلوب محبة الله جل جلاله وإجلاله وتعظيمه، وتعظيم من عظمه الله، وتعظيم من يعظم الله. فإن محبتك لمن ترى عليهم الصلاح ومن تذكر بالله رؤيتهم، هذا من تعظيمنا لربنا جل وعلا، أن ينظر الإنسان إلى الغادين والرائحين، إلى المساجد، إلى الصائمين، إلى قارئ القرآن، فيجلهم ويحبهم حبا لله وإجلالا له تبارك وتعالى، وطلبا لمغفرته وإن كان مقصرا، وكلنا ذلك الرجل المقصر. والمقصود أيها المبارك، لا ينبغي للحياة الدنيا أن تصرفنا عن الحياة الآخرة، ولا ينبغي للدينار ولا للدرهم ولا للأقران ولا للأصفياء ولا للزوجة ولا للأولاد أن يصرفونا عن طاعة ربنا جل وعلا أو عن محبته لربنا تبارك وتعالى. لكن الإنسان يسدد ويقارب قدر الإمكان، والله وحده هو الموفق، ومن رزق سريرة صادقة في قلبه أوشك أن يصل إلى مراده. بارك الله فيكم شيخنا. معنا فهد من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ، كيف الحال يا أخي؟ حياك الله أستاذ فهد. كيف الحال يا شيخ؟ الله يجزاك خير يا شيخ عما تقدمه من علم يا شيخ. يا شيخ، بمعنى الحق عن إسماعيل عليه السلام في آية سورة الصافات 101، يقول الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. الآية يا شيخ، هناك إشكالية، من هو الابن؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ أنا سمعتك يا شيخ في ذات القرآن تقول هناك إشكالية، فما هي طال عمرك يا شيخ الله يرضى عليك؟ نعم. طيب بقي سؤال آخر؟ لا شكرا الله يحفظك. طيب معنا اتصال آخر من أبي صهيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياك الله أخي الكريم. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ صالح. حياك الله. الله يبارك فيك يا شيخ، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الغالي، حياكم الله. يا شيخ، أنت أمس في البرنامج قلت لن ينكسر القلب إلا بمعرفة الله سبحانه. نعم. يا شيخ، هل تدلنا على كتاب لشرح اسماء الله الحسنى؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كيف حقق مرتبة الخلة مع الله، أصبح خليل الله؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات اهتز له عرش الرحمن، ما الأعمال التي كان يعملها؟ نعم، بس هذا السؤال. طيب شكرا لك أخي الكريم. طيب نجيب على الأسئلة، وقد تذكرت ما قد كان فاتني، لكن إن شاء الله ينبغي وقت نجيب عنه. سأل فهد عن آية الصفات: فلما بلغ معه السعي، هل هو؟ تكلمنا عنه كثيرا، لأن الله جل وعلا لم يسمي من الذي بلغ معه السعي. وأهل العلم يكاد يعني التفاسير تكاد تكون مجمعة على أن معنى بلغ معه السعي أي بلغ مبلغ الرجال، راهق وأصبح قادرا على أن يغدو ويروح مع أبيه. وهذا يتحقق من حيث ظاهر القرآن في إسحاق أكثر مما يتحقق في إسماعيل. وهذه المسألة لا أحب أن أعيد الحديث فيها، وهي مسألة خلافية، وبعض أهل العلم يرى أنه إسماعيل أي الذبيح، وبعضهم يرى أنه إسحاق. وهذا قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري، هو الذي أميل إليه، والعلم عند الله. أبو صهيب سأل عن كتاب يتعلم منه أسماء الله الحسنى. هو يكفيك أبا صهيب أن تقرأ في القرآن ما أثنى الله جل وعلا به على نفسه، وأن تقرأ في تفسير بن سعدي خاصة، لأنه رجل مبارك موفق في مثل هذه الأمور، رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تعليقه على الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها أسماءه الحسنى. هذا
إن يعني اقتنيت هذا الكتاب المبارك واطلعت على الآيات التي يثني الله جل وعلا فيها على نفسه ويذكر فيها جل ذكره بعضا من أسمائه الحسنى، واطلعت على ما قاله علامة بن سعدي تعليقا، أرجو الله أن ينفعك بهذا نفعا عظيما، فإن كلامه كلام مؤثر يصل إلى القلوب. فكيف إذا كان هذا تعليقا على كلام علام الغيوب جل جلاله؟ ثم سأل عن خليل الله إبراهيم وعن سعد بن معاذ وكل ما له. خليل الله إبراهيم هو أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، دل على هذا ظاهر القرآن والسنة. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا الخليل المبارك هذا مرحلة اصطفاء، الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن قال بعض أهل العلم إن إبراهيم قدم ماله للضيفان، وجاد ببدنه للنيران، وجاد بولده للقربان، وكان قلبه دائما وأبدا معلقا بالرحمن. قال الله جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عنه في حق تعامله مع والده: فلما تبين، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إلى غير ذلك من الآيات التي أثنى الله فيها على هذا النبي الكريم الذي كان من أعظم خلق الله إجلالا لله. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج المباركة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. وهذه منزلة عظيمة أنزله الله جل وعلا إياها، وهو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن من معين الأنبياء أن يقبل المؤمن بقلبه على الله، وأن يجود بماله من أجل الله، وغير ذلك مما ذكرناه آنفا من حياة هذا الخليل المبارك عليه السلام. أما سعد بن معاذ فهو أوسي أنصاري من السابقين الأولين إلى الإسلام، مات صغيرا في 36، يعتبر سن أوسط العمر، لم يتم 40 رضوان الله تعالى عنه. وكان أعظم أعماله نصرته لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ودفاعه عن الدين، ومحبته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة من دخل الإسلام بسببه، إذ كان هو وسعد بن عبادة قرينان، سعد بن عبادة في الخزرج وسعد بن معاذ في الأوس، وكان رجلا موفقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لقد حكمت بحكم الله يا سعد، لما حكم في بني قريظة كان مؤدبا. فلما طلب منه أن يحكم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبني قريظة قال: أيمضي حكمي على من هاهنا؟ وأشار إلى بني قريظة، واستحيا أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويمضي حكمي على هنا؟ وأشار إشارة تدل على لطفه تلطفه وأدبه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض ما نعلمه عن سعد بن معاذ، ولا ريب أن له سريرة عظيمة عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، في رواية: لنجا منها هذا العبد الصالح. وحسبك شرفا أن عبدا يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد صالح، والعلم عند الله. معنا الأخت عرفة السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلمة الشيخ؟ تفضل يا. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أختي. يا شيخ عندي سؤال، إن الوالد عندي إنسان مريض بالسكر والضغط، ويوميا عنده إبرة يأخذها معاه جلوكوز، وإحنا ما إحنا عارفين الآن يعني هو إنسان فاطر أو صائم، هو يصوم، وهذا الشيء يعني يتعبه ومشقة عليه. نعم. وإحنا يصوم ويأخذ الإبرة في أثناء الصيام. أثناء الصيام في النهار يأخذها. نعم. والسؤال الثاني، إنه الوالد عندنا هو كل يوم هو رايح المستشفى يأخذ معاه فطور، يعني يأخذ معاه فطور للممرضات،
والوالدة عندنا تقول كيف يعني فطر هم يعني عشانهم ما تكون لهم مسيحيات وكذا، وقول يعني إيش المسألة فيها وكذا. يعني أحيانا حتى الوالد يزعل يعني كيف تسوي كذا، يعني يزعل علينا إحنا البنات. وأنا والله عشان إنه هو مجرب عشان الوالد، أنا من عارف محتار يعني راضي أبوي ولا أمي. كم سنه الوالد؟ 60 سنة. شكرا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. طيب معنا هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. جزاكم الله خير، يعني عندي سؤال لو سمحتم. طيب. هو يعني هل اختلاف الحال بعد رمضان دليل على عدم القبول؟ طيب. لأنه أحيانا مثلا في رمضان الواحد يختم أكثر من مرة، بعد رمضان مرة في الشهر، هذا يعتبر مثلا من اختلاف الحال؟ طيب. وسمعت بي يعني أطلب من الشيخ الدعاء بالصلاح، نفع الله بكم. شكرا. السلام عليكم. طيب. طيب شيخنا سألت أولا عن صيام والدها وإبرة السكر. الله جل وعلا رخص للمريض أن يفطر بنص كلامه تبارك اسمه، مريضا أو على سفر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فإذا قال الطبيب له المعالج إن الأولى لك أن لا تصوم، لا يصوم ويصبح مرخص له شرعا. وغالبا مرض السكري والضغط عند ارتفاعه ليس مرضين بالأمرين بالهين يعني. فالإفطار في حق من تلي بهما متأكد، لكنه إذا استطاع أن يصوم كما ظاهر كلام الأخت فصام، قبل صيامه وجاز برغم أخذ الإبرة. بالنسبة للإبرة لا أعلم أنا طبيعتها، فإن قال الطبيب أنها تحمل غذاء أضحت من المفطرات، وإن قال الطبيب أنه لا علاقة لها بالغذاء فليست مفطر من المفطرات. أما أخذه الإفطار فلا أتصور أن جميع الممرضات نصارى، يعني أخلاط، ما أتصور أن جميع الممرضات نصارى. ورجل في الستين وهذا سنه ويأخذ معه إفطارا، هذا من دلالة كبر السن، وحال من دلالة يعني حب الخير للناس. وأما حال الوالدة فأمر طبيعي، يعني أن لا تقبل هذا يعني أمر متوقع لحال النساء مع أزواجهم في حال كلامهم مع غيرهم. وبالنسبة للبنات عانهن الله، يعني تجاذبهن أمران، لكن إذا استطعنا أن يقومن ببر الوالد دون علم الوالدة دون جرحها كان أولى، لأننا نستطيع أن نقول لها، نقول يعني للفتيات لا تفعلن هذا، لأن هذا من الوالدة، يعني يناسب حالها كونها زوجة، لكن لا يناسب حال البنات لأنهن بنات لأبيهم. نسأل الله أن يهدي الوالد والوالدة والبنات ويوفقهم، وهم يدلوا هذا كله يدل على أنهم أسرة طيبة. يعني البنات يريدون مراقبة الله، والأب يريد أن يبر الممرضات، والأم تخاف على زوجها، هذا أمر حسن بالجملة. بارك الله فيهم جميعا. سألت هند عن اختلاف الحال بعد رمضان، هل هو من دلالة عدم القبول؟ اختلاف الحال يختلف. هناك اختلاف حال أن العبادة والقراءة تكون أقل في رمضان، هذا أمر قطعي. بعد رمضان يختلف، هذا أمر لا بد أن يكون، لأنه وإلا تساوت الشهور، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله جل وعلا في غير رمضان كما كان يعبده، يعني في رمضان كان في العشر خاصة، يعني فالصيام والقيام إنما شرع على وجه الندب، على الصيام على وجه شكل على هيئة الوجوب، والندب على هيئة، والقيام على هيئة الندب، إنما شرع في رمضان. فمن كانت تختم في رمضان كثيرا ثم في غير رمضان في الشهر مرة، هذه على خير، ولا علاقة بمسألة القبول بعد رمضان، هذا من كلام الوعاظ. والوعاظ عفى الله عنا وعنهم بعضهم يرقى المنابر وقد قل علمه، وإنما هي مطويات يقرأها ثم يأتي فيسردها على الناس دون أن يتبين ويتحقق أو أن يكون أهلا لهذا الأمر، يقول انظر حالك بعد رمضان هذا علامة قبول. القبول لا يعلمه إلا الله، إنما الفقهاء يتكلمون عن الصحة. فيأتي إنسان يتوضأ أمامك وضوءا، الوضوء الشرعي، ثم يصلي. إذا صح وضوءك، أنا أقول لو صح وضوءك صحت صلاتك، وضوءك غير، وضوءك غير صحيح، صلاتك غير صحيحة. فقهية. أو ترك ركنا، أقول لو الصلاة غير صحيحة لأنك تركت ركنا. أما قبلها، أما إذا أتمها قبلها الله، ما قبلها الله هذا أمر الله، ليس المسؤول بيعلم من السائل. من يجزم بهذا؟ سأل الله العافية.
طيب شيخنا فيما تبقى لنا من وقت، ربما بقي 5 دقائق، نستأذنكم نجيب على أو تجيبون على السؤال الذي كان تبقى بالأمس. هي لفتت نظري آية ربما هي جديرة بالتأمل ونستطيع أن نخرج منها بكثير من المعاني، قول الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ماذا يمكن أن نخرج؟ نرفع درجات من نشاء بما أعطيناه ليوسف يرتفع درجات قومه، سيكون لأبيه من الحظوة ما لم يكن من قبل، وسينال إخوته من العطاء ما لم ينالوه من قبل، وسيكون لبنيامين حظوة أكثر. فأحيانا الله تبارك وتعالى يعطي عبدا ثم ينتفع كثير ممن حوله بما أعطاه الله جل وعلا لذلك العبد، وهذا بينا شيئا منه. وأما قول الله جل وعلا: فوق كل ذي علم عليم، فكل أحد من الله عليه بشيء من العلم ثم ينتهي علم الخلق كلهم إلى ربهم تبارك وتعالى، هذا الذي يظهر. وإن كان للآية في الآية أقوال أخرى قالها بعض أهل العلم، لكن هذا لعله أكملها: والعلم عند الله، بمعنى أن الإنسان مهما يعلم صهيب ما لا يعلمه صالح، ويعلم صهيب صالح ما لا يعلمه صهيب، ويعلم مثلا أستاذ طارق المخرج ما لا يعلمه صالح ولا صهيب، وهكذا حتى ينتهي أمر الخلق علمهم كلهم إلى من لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو الله تبارك وتعالى. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. نستأذنكم في أن نختم الحلقة وهي ليلة 27 من أرجى الليالي عند الله، أن نختمها بدعاء. الله نفعل هذا على ماذا أقول، لكن نختم بدعاء طلبتم حق. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخلق وباسط الرزق، لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت على يعقوب بنيه، أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك وعلمك، أنت الله لا إله إلا أنت نزهت عن الصاحبة والولد وتقدست فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. سبحانك وبحمدك لك الحمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لك ربنا أن تحمد. نسألك اللهم بمحامدك كلها وبأنك أنت الله العلي الكبير وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك اللهم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآله، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن توفقنا لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لأنفسنا وأهلينا بأن تبارك لنا فيما أعطيتنا، وأن تجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين. اللهم تولنا بولايتك، اللهم تولنا بولايتك، اللهم تولنا بولايتك، اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا للموت سكرات فأعنا عليها، وللقبر ظلمات فأنر اللهم قبورنا، وللنفخ في الصور فزعات فأمنا اللهم يوم الفزع الأكبر، وفي النار دركات فأجرنا اللهم منها ومن حرها، وفي الجنة درجات فاجعلنا اللهم برحمتك من أهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سترك، اللهم إنا نسألك سترك، اللهم إنا نسألك سترك يا ذا الجلال والإكرام، سترك في الدنيا عن أعين عبادك، وسترك في الآخرة عن أعين جميع خلقك. ونعوذ بك ربنا من ذل الفضيحة يوم العرض عليك، ونعوذ بك ربنا من ذل الفضيحة يوم العرض عليك، ونعوذ بك ربنا من ذل الفضيحة يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك في الجنة أن تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك في الجنة أن تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، فاعذنا اللهم أن نركن إلى غيرك أو أن نلوذ بسواك، واجعلنا اللهم من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن لنا إخوانا وأخوات وآباء وأمهات
سنوات سبقونا بآجالهم إليك، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله.